قالت عائشة رضي الله عنها لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اقتم بها كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى. وهذه الجملة إما أن تكون جملة خبرية يريد منها عليه الصلاة والسلام الإخبار عما في حكم الله عز وجل على هؤلاء اليهود والنصارى بأن الحكم عليهم هو اللعن، وإما أن تكون طلبية جاءت في صورة الخبر ويراد منها الدعاء منه عليه الصلاة والسلام على هؤلاء اليهود والنصارى باللعن.